وتمضي رحلة التجوال بين الولايات العمانية، حيث نماذج شتى من الطبيعة المتناسقة من سماء صافية وجبال عالية وأمجاد غابرة وسهول منبسطة وأودية منحدرة وقطوف خضراء دانية ونهضة مترامية عامرة، شملت القاص والداني في ظل القائد الباني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الرحلة تتجه شرقا وإلى الجنوب يسيرا عن العاصمة، فإذا بالمحط بعد 120 كيلومترا في نخل بمنطقة الحجر الغربي بلاد النخيل والجمال. لقد ربطت هذه الولاية بمختلف مناطق السلطنة بطريق عصري عام يتخلله دوار حديث، فلم تعد الخدمات بعيدة عن متناول أي بقعة في عمان في هذا العهد المبارك. ومن الجدير بالذكر أن المراسيم السلطانية السامية قد صدرت عام 1987 بشان نخل لتكون ولاية مستقلة بعد أن تكاملت بها البنى الأساسية وشملتها النهضة العمانية بكافة المرافق. وإذا بالطريق القادم من العاصمة وقد اتجه إلى نخل، ينتهي عند باب الظفور الذي يمثل مدخل الولاية الوحيد منذ قديم الزمان. يصلنا باب الظفور بمجرى أحد الوديان، وعلى ضفته يشمخ التراث العريق وتتعدد أسماؤه وأشكاله، كل له تاريخ وقصة مع أبناء الولاية الذين دافعوا عنها وقت الشدائد وبنوا قلاعا وحصونا منيعة ما زالت تذكر بتاريخ الأجداد وتقدم صورة من البطولات الغابرة. من أبرز قلاع الولاية قلعة نخل التي يرجع بناؤها إلى عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي عام 245 للهجرة، وقد بنيت على كتلة صخرية على هيئة سفينة. بعض المدافع باقية، ومنها ما يعود إلى ما يزيد على قرن ونصف من الزمان. إن ذكريات أهل الولاية مع آثارهم التاريخية ذكريات مستمرة يتوارثونها جيلا بعد جيل. الجامع الكبير من آثار الولاية التاريخية، وقد بناه أهل نخل من الجص والحجارة وجذوع الأشجار وما زال قائما. عريق في تاريخه، بديع في بنيانه وتصميمه وزخرفته الإسلامية والتي نقشها سكان نخل القدماء على محرابه وفي زواياه بروح الفنان الملهم. فأهل نخل كأبناء وادي المعاول فنانون وخطاطون مبدعون ونقاشون حاذقون. ولما كانت المساجد وتحفيظ القرآن الكريم متلازمان منذ القدم في أنحاء عمان، لذلك فإن نخل كبقية الولايات الأخرى تتمسك بهذا القديم حفاظا شديدا على الدين الإسلامي الحنيف. والشمع والوتر، والشمع والوتر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، وفي ذلك قسم الذي حجر، وفي ذلك قسم الذي حجر.
وتأخذ الرحلة بين جنبات الولاية طريقا آخر يبدو لأول وهلة أنه درب من دروب التاريخ بانحناءاته وتعرجه وتشعبه بين أشجار السمر والغاف المتناثرة، مارا بأحياء نخل القديمة التي تنتصب بيوتها كأشبه ما تكون بالقصور الراسخة. ولا زال حي الغريض وحي الزنزلة وأحياء أخرى موجودة كائنة مؤكدة الرصيد التاريخي المهم لهذه الولاية. وتتواصل الرحلة في ولاية نخل التي تتكون من 27 مدينة وقرية، منها الميسين، الطو، حلبان، الأبيض، وادي مستل، متسمة بالوداعة والهدوء. ولعل الزائر لا تكتمل زيارته للولاية إذا لم يعرج على أثر تاريخي مميز لينهل من جمال طبيعي خلاب. تفجر المياه المعدنية الدافئة في الصخور، عين الثوارة التي تتدفق منها تلك المياه العذبة على مدار العام، هي مقصد الوافدين إلى الولاية للاستمتاع بذلك المعلم الفريد. لقد استثمر أهل نخل هذه الطبيعة الفياضة منذ القدم، واستغلوا شلال فلج الثوارة في إدارة طاحونة قمح قديمة عن طريق الاستفادة من قوة اندفاع وتساقط المياه في إدارة رحى الطاحونة التي تبقت بعض آثارها، بما يدعو إلى المقارنة بما يجري في العصر الحديث من استغلال شلالات المياه في توليد الطاقة الكهربائية. ويدعو ذلك إلى الإعجاب بقدرة العمانيين ومهارتهم، إضافة فإن منظر تساقط المياه كشلالات هي دعوة لاستغلال المنطقة سياحية، وذلك ما يجري تنفيذه بالولاية من خلال مشروع سياحي للاستفادة من عين الثوارة كمركز سياحي هام. وتنصرف المياه المتساقطة عبر نفق صغير يسمونه في نخل بالخرزة لتكون مع روافد أخرى شبكة الأفلاج التي تنتشر هنا وهناك لتسقي أرض الولاية بالمياه العذبة، وليكون ذلك عصب الحياة للقطاع الزراعي في نخل. وأهل الولاية كباقي العمانيين محبون لمهنة الزراعة، وما أن يبدو الصباح إلا وقد امتلأ الحقل بالنشاط والحركة، فذلك يسقي أرضه وذلك يصلح ويفلح، والأبناء يساعدون آباءهم ويقتدون بهم في الاشتغال بتلك المهنة، مما ينم عن رابطة لها عراقتها بين العماني وأرضه. ويجري استغلال الأرض استغلالا كاملا، ونظرا لصعوبة العمل بالجرارات الحديثة بين النخيل عمد مزارع بالولاية إلى حرثها بوسيلة بسيطة متوارثة. وتزرع الموالح والحمضيات والسفرجل والرمان والموز والأنبا والخضروات وغيرها من المحاصيل. أما محصول التمور فيزرع بالولاية بأنواعه الجيدة، وتشتهر ولاية نخل بزراعة مساحة كبيرة من نخيل المبسلي، ذلك النوع من النخيل الذي يوجد في مناطق عمانية معينة، ويعد من المحصولات التصديرية بالولاية، وتوجه عائداته إلى تعميرها وتحديثها، وتتبع طريقة معينة في تجهيز محصول المبسلي، ذلك أنه يمر بعدة مراحل في جمعه وطبخه في مراجل وتجفيفه ثم إعداده للتصدير، ويعرف ذلك بصناعة البسر التي يقوم بها الإنسان العماني منذ أن زرع المبسلي في أرضه
ويجني من ذلك عائدات وفيرة. ومثلما اهتم أهل الولاية بالزراعة، اهتموا بتربية الماعز والأغنام والجمال لتحقيق الكفاية الذاتية من الثروة الحيوانية. وإذا كانت مهنة الرعي من المهن القديمة، فالسوق أيضا هو عادة قديمة في نخل، وتباع فيه مختلف الحاصلات الزراعية والأسماك القادمة من المناطق العمانية الساحلية التي تتميز بصيد الأسماك. من بين الصناعات التقليدية بالولاية الخوص، التي تعتمد في شغلها على سعف النخيل، وتصنع منه أشكال متنوعة من السلال والأكياس اللازمة للأغراض المنزلية أو لتعبئة التمور وتخزينه. فالإنسان العماني سخر طاقاته منذ قديم الزمان في الاعتماد على نفسه وتوفير حاجاته وما يلزمه في حياته، وهو في ذلك صانع بالحس المرهف والفطرة السليمة. بينما تجري صياغة الفضة التي تعد من الصناعات التقليدية بالولاية وفق أسلوب خاص يعتمده الصانع العماني في صهرها وتلميعها وتزيينها ونقشها في أشكال عديدة جميلة، منها الأساور والخلاخل والمشغولات الأخرى. وإذا كانت الولاية قد ألبستها الطبيعة سوارا منيعا من الجبال، وأبرزها جبل الشيبة، مما قلل من أهمية موقعها الجغرافي وجعلها ذات منفذ وحيد، فإن الطبيعة قد أعطتها بسخاء إبداعا وآثارا تاريخية متميزة، كما يوجد بها معدن الكروم القابل للاستغلال الاقتصادي. وعلى أي حال، لم تقف تلك العوائق حائلا دون امتداد معطيات النهضة المباركة إلى مختلف أرجائها. كان التعليم أول منجز عصري أرسي بالولاية لما يمثله من مكانة الصدارة في استراتيجيات التنمية بين ربوع الوطن العزيز. وتوجد بالولاية 7 مدارس، هي مدرسة نخل الإعدادية بنات واثنتان إعداديتان للبنين، هما مدرسة الخليل بن شاذان ومدرسة الأبيض، إضافة إلى 4 مدارس ابتدائية. مجموع الطلبة والطالبات بهذه المدارس حوالي 1700 طالب وطالبة يتلقون العلم في 56 فصلا دراسيا. يعرفون ما الأعمال اللي كانوا يسوونها في الدنيا. يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن العرق. ويقوم بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأبناء الولاية مركزان صحيان في نخل ومستشفى بوادي مستل، يبعد عن مركز الولاية بحوالي 35 كيلومترا، ويتسع لخمس وعشرين سريرة، وقد باشر عمله منذ عام 1986. كما تم تنفيذ مشروع توصيل التيار الكهربائي إلى الولاية، واستفادت معظم قراها من الطاقة الكهربائية التي تعد من أهم ركائز عملية التنمية.
ولذلك فقد أولاها جلالة السلطان المعظم أهمية خاصة، وأمر جلالته حفظه الله بتخفيض أسعارها إلى ما يقارب النصف تيسيرا في العبء على المواطنين. وبفضل الكهرباء ومحطات الإرسال امتد البث التلفزيوني ليغطي الولاية وسائر مناطق السلطنة، وينعم أهل نخل بمعطيات العصر الحديث مثلما ينعم سكانها من ذوي الدخل المحدود بوحدات الإسكان الاجتماعي المزودة بكافة المرافق والخدمات العامة التي تقوم حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ببنائها لهم في إطار خطة موضوع لتوفير مساكن ملائمة لمستحقيها بالولاية. كما تم تزويد نخل بخدمات هاتفية ودبت في أوصالها مظاهر النهضة العمانية المباركة التي أكد جلالة السلطان المعظم على ضرورة أن تشمل مختلف المناطق النائية والقريبة على السواء. وأصبح العمران بأنماطه المتباينة المستوحاة من البيئة أحد المظاهر الواضحة للنهضة العمانية في الولاية. إن الاحتفالات الشعبية في نخل عبارة عن نظرة تاريخية للماضي من خلال محاولة إحيائه وتقديم صورة حية من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع العماني القديم. وقد اتسعت مضامين هذه الاحتفالات الآن لتعبر إلى جانب الماضي عن السرور والغبطة لما تحقق لهم في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم من مكاسب جمع. وهنا يعبر المواطنون وقد تجمعوا لأداء فن الرزحة عن ذلك الواقع المتجدد الطموح. على هذا النحو يعيش أبناء نخل متوائمين مع النهضة العمانية المجيدة التي انتشرت منافعها فشملت السهل والنجد والوادي في سائر ربوع البلاد. ذكريات قاد الجيوش والطائرات عند المراكز جاهزات فيهن صواريخ كبار. هدوم عمان يا أم الخليج بقيادة البطل العنيد قابوس قائدنا الوحيد قواته في كل الديار.